لنظام مختلط إلى نظام رئاسي أو برلماني رئاسي كما يقولون. أنا بأؤمن بالنظام الرئاسي خصوصا في بلد زي مصر ومجتمع زي المجتمع بتاعنا في الوضع الحالي. الساحة السياسية والحزبية لم تنضج بعد، وبالتالي النظام البرلماني لا يلبي الاحتياجات السياسية لمصر. لما النظام الرئاسي في المرحلة الحالية هو في رأيي اللي يلبي هذه الاحتياجات. وأنا في تفكيري يعني من فترة طويلة في تفكيري أنه النظام الرئاسي يمكن أن هو يخدم مصر في خلال الفترة أو اثنين الرئاسيتين القادمتين. ممكن يكون في أحكام انتقالية في الدستور أنه عند انتخاب الرئيس الثالث للجمهورية أو الرئيس الرابع للجمهورية يمكن إعادة النظر في النظام السياسي بطلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب مثلا وبتصويت الثلثين في التعديل، حاجة من هذا القبيل، أحكام انتقالية. إنما النهاردة النظام نظام رئاسي. طالما أنه حصل تحرك من جانب حزب الأغلبية من النظام البرلماني إلى النظام المختلط، ممكن نحن كمان أنا كمان أتحرك إلى هذا الرئاسي إلى النظام المختلط، وأصبح النقاش هو حوله، هل هو نظام برلماني رئاسي أم هو نظام رئاسي برلماني؟ أي. وده لها يعني فروق معينة بسيطة ولكن محددة، وبتغير يعني بتعطي سلطات معينة أكتر هنا أو هنا، وده هيكون محل نقاش في اللجنة التأسيسية طبعا. ما هي الصلاحيات التي تعتقد أنها يجب أن تكون مكفولة للرئيس التي لا يمكن التنازل عنها؟ مثلا سلطة الرئيس في حل مجلس الشعب، طبقا لشروط معينة وفي أحوال معينة. ما يمكنش أنه الرئيس ما يكونش عنده هذه السلطة، لأنه ده يبقى نظام برلماني. إنما النظام الرئاسي بيبقي هذه على من منطلق طبعا أن الرئيس رئيس شخصية ذو حنكة وتجربة، وده يعني أنه عنده هذه السلطات أو هذه السلطة ليخدم الوضع السياسي في البلد، مش ليستخدمه كسلاح في إيده. تشكيل الوزارة؟ تشكيل الوزارة طبعا الرئيس هو اللي يدعو الأحزاب إلى تشكيلها، وهو اللي بيفكر في شكلها في هذا النظام تحت الإعلان الدستوري الحالي. إنما ده ما يجعلش الرئيس المنتخب ينسى أو يتجاهل حقيقة أن هناك حزب أغلبية في البرلمان. فالرئيس مفروض أنه أول من يتشاور معه حزب الأغلبية في تشكيل الوزارة. الرئيس قد يرى في هذه المرحلة أن تكون هناك وزارة ائتلافية أو وزارة وحدة وطنية، أو يرى أنها فليترك الوزارة للأغلبية. الرئيس هو اللي في مشاوراته ومن منطلق تقييمه للموقف يتحرك ما بين هذه الاحتمالات. إنما في النهاية التشكيل يجب أن يسبقه تشاور يقوم به الرئيس، ثم يقرر الرئيس التشكيل بالشكل. زائد أن الرئيس هيكون له، لأنه في كل الأحوال هو المشرف والمتابع واللي بيضمن الأمن القومي المصري. ففي عدد من الوزارات السيادية هيكون الوزير هو الرئيس، هو صاحب القول الفصل في الوزارات السيادية وربما غيرها. إنما خارجية، الدفاع، الداخلية، العدل. طبعا المالية. كل دي وزارات مهمة، وزارات أساسية. بمناسبة المالية، هنجيب فلوسنا ازاي المنهوبة؟ فلوسنا ازاي منهم يعني؟ المنهوبة. فلوس المنهوبة لها طريق، في فلوس منهوبة في الداخل، فلوس منهوبة في الخارج. وفي طبعا، إنما في الفلوس اللي في الخارج مش كلها، في أموال مصريين عاديين وفي أموال غير قانونية هربت. دي لابد لها من مسار قانوني. وأنا شايف النهاردة في الأخبار أنه في وزارة الخارجية هيحصل اجتماع بين قانونيين أو خبراء في القانون الدولي وبين ممثلين البرلمان وممثلين الحكومة يعني الأجهزة الأخرى علشان متابعة هذا الموضوع. هو ده السليم، أنه بلورة موقف مصري قانوني يطالب باسترداد هذه الأموال. المهم مش بس في كيفية بلورة موقف والاتفاق على مسار، انما على السرعه. لانه عندنا احنا احيانا بننطلق ثم ده لابد يكون احنا ماشيين بسرعه بنطالب بهذه الحقوق لنا.